السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم أما بعد، بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا مع بعض على بركة الله تعالى. أهم سؤال، إزاي أتعرف على واحدة روسية في روسيا وأتجوزها؟ أنا راجل بقالي 3 سنين في البلد هنا، بقالي سنة، بقالي شهور، بس أنا جاي للغرض ده وما بتكسفش. يبقى إيه؟ انا مش عارف اعمل الموضوع ده ليه. اقول لك ببساطه شديده، حضرتك بتخلي نفسك مضطر دايما تخرج مع اصحابك، بس اصحابك اللي هم موجود معاك في السكن الطلابي مثلا، اصحابك معارفك العرب اللي موجودين في المنطقه اللي اتعرفت عليهم في الجامع او وتفضلوا رايحين مع بعض وجايين مع بعض. طيب انت في مجتمع تقدر تلاقي فيه بنت كويسه؟ يقول لك لا، ما انا ممكن اتعرف عليها في الشارع كده. عاده معظم التعارف في الشارع نسبة النجاح فيه ما تتجاوزش 20%. ليه؟ لأسباب كتيرة بقولك عليها بعدين، أو قايلها في حلقات سابقة وهقولها في حلقات جاية بإذن الله. ولكن خلينا في الكلام اللي يجيب عيال، الكلام اللي أكل عيش. أنت لو عايز تعرف حتى من الطريق كده من الشارع، طب حضرتك مش فاتح الباب ده حتى ال 20% دول أنت مش فاتحهم. ليه؟ يعني بتبقى لابس ممكن أحيانا مبهدل اي لبس وخلاص، لان اصحابك كلهم جهزوا ومستنينك، فانت بتلبس بسرعه اي حاجه وتروح نازل معاهم عشان تخرجوا وتروحوا سوبر ماركت تجيبوا اكل وترجعوا. ومعظم مشاوير الناس رايح اجيب اكل، راجع اجيب اكل، كله اكل، مشاوير السوبر ماركت. يا اما هدوم، رايحين نجيب هدوم، رايحين نجيب اكل، رايحين نتمشى، رايحين نتفرج على البنات. مش ده المشاوير بتاعت الشباب ولا انا غلطان؟ يعني بتجمعوا بعضكم كده وتروح صلاه الجمعه؟ طبعا انا ما بروح صلاة الجمعة في اي مدينة روسية بلاقي شباب جايين مجموعة مع بعض، انا ما بنكرش، لا في مجموعات بتيجي مع بعض، والناس دي 100% يعني انا معاهم قلبا وقالبا، ودول حبايبنا لازم من كل الدول العربية اللي بيجوا جروبات دول على صلاة الجمعة وبيتواصوا بالحق والصبر. حتى لو كنتوا بتعملوا معاصي وبتاع، بس بتروحوا تغسلوا في صلاة الجمعة الدنيا وبتغسلوا قلوبكم، انا معاكم 100%. ولكن انك انت تخرج جروب كده علشان تتصرمحوا، ده عمرك كده ما هتتجوز يعني بصراحه يعني. لكن تلبس كويس وتخرج لوحدك، تستكشف المدينه لوحدك، وانت بتستكشف وبتتعلم البلد، لازم هتتعرف لك خلال مثلا في الاسبوع الواحد على واحده على الاقل، يعني في الشهر 4. الحسبه دي على فكره مش عشوائيه خالص. انا عارف انا بقول لك ايه، لو لبست كويس مش احسن حاجه، مش احسن حاجه عندك، لا لبس معتدل نظيف، حلق دقنك كويس، لو دقنك طويله طب هذبها كويس، خليك في حاله، في حاله استعداد. في مره واحد كان الحاله الشيء بالشيء يذكر، واحد يقول لي هو انا لازم ابقى في حاله استعداد على طول، مكلف بقى ولابس ومش عارف ايه ومتقمع عشان خاطر الناس اللي في الشارع، ايه فايدتها؟ قلت له يا باشا ده قيمتك في المجتمع، لو انت ساكن في منطقه يبقى معروف في المنطقه ده ان الراجل ده كذا، عشان اما يجي موقف في يوم من الايام تحتاج الشياكه دي والقيمه دي هتلاقيها. هتلاقي حاضرة، هتلاقيها بتساعدك، هتلاقيها بتخدمك. بالذات لو انت ساكن في مجمع سكني والناس بتشوفك كتير، الناس بتشوفك في السوبر ماركت، يعني في ناس كتيرة تزوجت بهذا الشكل، ان هو دايما عايق في نفسه كده وشيك وبتاع. في احد المرات واحدة في احد المتاجر افتكرها شغالة في المتجر. قالت له انا بشوفك كتير وانت اجنبي صح؟ وعايزة هي تتعرف عليه. فبيقول لي انا في اليوم ده ما كنتش اشيك حاجة. بس الرصيد السابق بتاعه تقريبا ان هو كل الايام بيلبس كويس ساعده في اليوم ده. فقالت له انا بشوفك كتير وبتاع وانت اسمك ايه؟ هي اللي عماله تسالني، بيقول لي انا مش في احسن حالاتي فمش عايز اتكلم يعني. بيقول لي عارف اما الواحد مثلا سوري في الكلمه مزنوق عايز يروح الحمام، وجي واحد صاحبك حبيبي وحشني وعايز يسلم عليك، يا ابني تاخر عايز اروح الحمام في اخر الشارع مثلا او في اخر الطريق في المول على الشمال على بعد مثلا ايه 20 متر وده واقف لك بقى. لا 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 لازم نتعشى مع بعض. ماشي نتعشى مع بعض اروح بس. لا 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 استنى بقى رقم تليفونك. وانا يا ابني سيبني اعتقني لوجه الله هموت وده واقف حاجزك. فقال لي هي كانت عامله لي بالمنظر ده، قال لي انا عايز امشي، وقال لي وكان معايا شيل جايب حاجات وهي واقفه وعايزه تتكلم. قال لي وسبحان الله هي دي بقت زوجته بعدين. فقال لي يعني ما انساش اليوم ده. قلت له حكيت لها ان انت كنت مزنوق في اليوم ده؟ قال لي طبعا. قال لي ده انا بصبحها ومسيها بالحدوته دي وبتاع وتضحك يعني. المهم فدي حاجه من الحاجات، ان الراجل محافظ على شكله وهو راجل مش من اثرياء القوم وبتاع ده، بس بيلبس كويس.
مش بيلبس اي تيشيرت على اي بنطلون جينز ويسقط وبتاع وعلى شبشب ويطلع كده يروح لا يعني ما بيخرجش من باب السكن الطلابي الا وهو مظبوط، مش هقول على سنجة 100 سنجة 10 لا مظبوط. طيب في ناس اللي بقول لك ايه، هو لازم اظبط نفسي كل يوم؟ لو انت في نفس المكان، لكن في ناس مثلا يقول لك ايه، والله انا قدراتي كده يعني انا ما اقدرش كده ان انا اتأمع كل يوم، ماشي مش مشكله، ولكن المهم النظافه الشخصيه، المظهر العام، فرده الجسم. فرده الجسم جزء من الثقه اللي هي يعني اي اقل واحده، يعني واحده تلاقيها ضايعه خالص في الجمال وضايعه في الذوق وغلبانه جدا، بس يجي واحد محترم يكلمها تقول له لا معلش مش مناسبني، ليه يا ماما وبتاع، مهزوز كده مقتب وبتاع، المفروض عندهم ثقة. مش بقول لك تعمل حاجة عشان خاطر البنات، لا عشان خاطرك انت، عشان الثقة دي هتنفعك في الشغل، الثقة دي هتنفعك حتى وسط اهلك، هيبصوا لك نظرة تانية ان انت تبقى مفروض واثق من نفسك. واما بتبقى لابس لبس انت نفسك مقيمه انه شيك، في ناس على فكرة لابسة شيء لبس مش شيك خالص، ولكن هو ماشي مفروض وثقة ان هو حاسس ان هو لابس احسن حاجة في الدنيا 100%. انا يعجبني الشخص ده، واثق من نفسك رغم ان اللبس مش شيك بس مريحك، محسسك، مخليك تفرد ظهرك، اوكي انا معاك مش ضد كده، لان ده مقدرتك. وهتتجوز ان شاء الله او اللي هتنقيها غالبا هتقيمك او هتبقى زيك بالظبط، بيعجبها الستايل ده. ما هو مهم ان واحده تكون اهتماماتك هي اهتماماتها، او هي شايفه ان اللي انت بتلبسه، السلطه اللي انت لابسها دي بالنسبه لها مسكره جدا، دي حاجه حلوه، دي حاجه جميله، دي حاجه مميزه، ده انا هموت واتجوز راجل زي كده بيلبس اللبس ده. فيعني كل واحده، كل كنت اقول مثلا ناس كتيره يقولوا لي ده مثل قبيح شويه، ولكن هو مش قبيح، انا شايف هو عادي. يعني يقول لك المثل بيقول ان كل فوله مسوسه وليها كيال عكر، يعني لو الفوله مسوسه خالص البنت ضايعه خالص اكيد في واحد كيال عكر كده بيحب الفول المسوس بس. فربنا يهني سعيد بسعيده وانا فرحان لهم، الفول المسوس على الكيال العاكر يعني. فان شاء الله ربنا هيكرمك لو حضرتك صادق النيه. يعني في ناس يقول لك والله انا عايز اتجوز بس هو في نيته كده ان هو بس اجرب الاول، اتعرف لي على كام واحده، واحده بس تحبني بس كده، العب لعبه الحب الاول. يا باشا جواز جواز. احد الناس العرب الموجودين في روسيا سنه 2016 كان بيقول لي انا مش مرتاح مع مراتي، اصلا جوزتها اتسرعت، هي قالت لي ده نتعرف على بعض الاول وانا قلت لها لا انا عايز جواز، فقالت لي طب يا نروح على الزاكسي ونتجوز. قال لي فاتخضيت، ايه ده نتجوز؟ قال لي تورطت، مش اتخضيت، قال لي تورطت بالحرف. فقلت له ده توريطه حلوه، الجواز حاجه حلوه. قال لي الجواز حلو وبتاع ده، قال لي انا على فكره عمري ما زنيت قبل كده وبتاع، وقعد يحكي حواديت ويطبل ويزمر وبتاع. المهم يعني سيبنا من الجزء ده، وانا جامد وانا مش عارف ايه، بس دي مش احسن حاجه برضو وبتاع، وكان ممكن اتجوز حاجه احسن من كده، اديني يا اخي وبتاع، ده مش متدينه زي ما انا عايز. قالت لي اسلمت بس ما بتعملش كل حاجه وبتاع. لا هي اسلمت على فكره. يا باشا مصدقك، مش مهم تحكي لي مراتك عامله ازاي، المهم حضرتك انت حاسس بنفسك ايه. ففي ناس كده اللي هو مش خالص النيه في الجواز، لو هي حتى اللي قالت له تعالى نتجوز هيسمع كلامها ويتجوز، بس هو مش واثق، فمش واخد حاجه على كيفه قوي. فاهم حاجه يا جماعه، اصدق النيه، صلح النيه مع الله، اهم حاجه ان النيه دي. يعني في ناس يقول لك ايه، يعني ايه اظبط النيه، ايه النيه دي؟ يعني تبقى صادق مع ربنا، يا رب بتدعي انا عايز اتجوز وانا فعلا عايز اتجوز. يعني في ناس تبقى صادق النيه مع صاحبه، صادق النيه مع ابوه مثلا يقول له هتروح تتعلم في روسيا مش هتعمل حاجه تانية، وانا صادق يا بابا فعلا هتعلم، فهو صادق النيه مع ابوه. فصدق النيه مع الله هي اعلى مراتب صدق النيه، فدي لازم تحرص عليها، لان دي نص الجواز، الجواز في روسيا نصه صدق النيه مع الله. غير كده هتاخد يا جواز غلط اي كلام مش على كيفك، رغم ان انت في الاول هتفكر انها على كيفك، بس هتبقى زي اخينا ده. يا اما هتفضل لسن ال50 ولا 45 مش متجوز، والعياذ بالله ممكن تلاقي بنات تمشي معاهم، خلاص سكه الشيطان بقى. بس جواز اجرك الله، يعني ربنا يعافيك ويعافينا، مش هيبقى فيه. يا اما بقى اقول لك الصنف اللي هو الصنف الاولاني اللي هو ايه، متجوز ومش متجوز، واحده مش على كيفه ومش عارف يطلقها، او لو طلقها خايف ما يلاقيش غيرها وخلاص ماشي بقى في سكه اللي هو متجوز ومش متجوز، عايش ومش عايش.
زي ناس كتير، هتلاقيهم متسكعين في الشوارع. ليه؟ لانه مش قادر يقعد في البيت. لو قعد في البيت هتقول له اعمل كذا، هتشغله في البيت، ودي عاده معروفه جدا للعرب اللي متجوزين، واحده مش على كيفه قوي ولا هو على كيفها، وتقول له ايه لا اعمل لنا الحنفيه. اما انت ايه لازمتك؟ مش انت راجل؟ اعمل بلقمتك بقى انت، ما دام انت ما بحبكش ولا انت نافع في حاجه، خلاص بقى اشتغل بقى في البيت، اعمل اي حاجه، نظف لنا العشه بتاعه الفراخ، اعمل اي حاجه مفيده. فهو ما بيطيقش عشان ما حدش يكلفه بحاجه، بينزل يفضل يتسكع في الشوارع، يتفرج على البنات في الحدائق، الكلام ده يعني. فعلشان ما تبقاش من الناس دول يا اخي وتتجوز صح، لازم صدق النيه 50%، النص الثاني تبقى مفروض تلبس كويس، يبقى طريقه تعاملك لارج، شياكه، ما بتتكلمش بصوت عالي، ما بتحركش ايدك كتير لمسافات بعيده كده وبتاع، يعني شغل اللي مش شيك ده بلاش. حاول ما تخرجش مع اصحابك عمال على بطل، الاصدقاء حاجه حلوه وكويسه، بس حاول برضو ايه تعمل ميكس بينك، يبقى في شويه اصدقاء روس، شويه اصدقاء عرب، واخرج لوحدك 3 ايام على الاقل في الاسبوع، والفترات وتعلم، روح المولات، روح لو الدنيا برد بره مثلا، روح المول تعرف على البضاعه اللي موجوده، شوف بص على مثلا العروض، التخفيضات، اخبار البلد ايه، ايه اللي بيحصل، الناس بتتكلم في ايه، في ناس مثلا بتقعد تحكي حواديت جنبك في ايه. يعني اقول لكم في ناس كتير حكولي من القناه اتجوزوا ويقول لك وانا قاعد في مكاني ماسك الموبايل كده، جات واحده جنبه قعدت واتكلمت معاه وعرضت عليه عرض وبتاع، وقعدت تاخد وتدي، وممكن اعجب بيها وحبوا بعض. في علاقات كتيره نشات، مش هقول لك في المول، لا في اي مكان، حتى في المترو في الترامباي. بس اخرج لو سمحت، اخرج اتحرك، خلي الناس تشوفك، ده اللي انا عايزه، تمشي مفروض، واثق من نفسك، بلاش النظره المتاهبه دي، لا هدوء كده نفسي باين على وشك، واكل كويس قبل ما تنزل، الدنيا ظريفه معاك ان شاء الله وسكتك سالكه. اما تكنيكات وتكتيكات التعرف على البنات انا قايلها في حلقات تانية، روح اتفرج على الحلقات التانية، ما تاخدش حقك وحق غيرك، الحلقه دي حقها كده. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله، السلام عليكم.